للملك مسؤوليات لحماية شعبه. إذا رأس الدولة لا يسمع صريخ 311 عائلة تستصرخ. هذه المناطق موزعة على 70-80 منطقة. إذا كان رأس الدولة لا يسمع استصراخ هؤلاء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل اليوم؟ ماذا يفعل غدا؟ ماذا يفعل أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا أمن يحميهم، ولا جهة يستطيعون أن يذهبوا ليشتكوا على هذا الأمن، ولا جهة نيابة يستطيعون أن يذهبوا لتحقق في هذه الادعاءات، ولا قضاء يحميهم، ولا إعلام منتشر إلا بعض الإعلام، صحيفة واحدة، والإعلام الاجتماعي يستطيع أن يوصل معاناتهم. الدولة التي لا توفر الأمن هي ليست دولة. نقطة. كما أن حاجات الإنسان الأساسية تبدأ بالأمن، فحاجات المجتمعات أيضا تبدأ بالأمن.